ثقافيا قامت منظمة أيدي للتنمية دورة حول دور الشباب في التنمية كان ذلك بالمتحف الوطني بالعاصمة اليمنى محمد عثمان بشير تسعون مشاركا من الشباب والطلاب قد شاركوا في هذه الدورة التي جاءت تحت عنوان دور الشباب في تنمية البلاد حيث أقيمت هذه الدورة من قبل منظمة أيادي للتنمية رئيس المنظمة بدوره أفصح عن الغرض من إقامة هذه الدورة مؤكدا أنهم يهدفون إلى توضيح ما يمكن للشباب من أجل المساهمة في تنمية البلاد إن هذه الدورة التدريبية جاءت ضمن مسائل منظمتنا وضمن أهدافها التي تسعى دائما للنهوض بالطالب والنهوض بالشاب والنهوض بالإنسان الجالي نحو بناء حاضر متميز ومستقبل أفضل وقد انتهت هذه المناسبة بتوزيع شهادات للمشاركين في هذه الدورة نظمت مؤسسة أفريكا ليبر بالتعاون مع تجمع أبناء تشاد ندوة علمية حول كيفية مكافحة التطرف منا حسن سكايا جاءت هذه الندوة الدولية التي نظمتها مؤسسة ليبر أفريق ومؤسستي أطلس للأبحاث الاقتصادية ومؤسسة واسميت بالتنسيق مع تجمع أبناء أشاد من أجل البناء والتنمية حول كيفية مكافحة التطرف بكافة أشكاله المختلفة وتهدف هذه الندوة إلى وضع آلية تخرج بحلول ملموسة يمكن من خلالها معالجة هذه الظواهر ان مؤسسة ليبيا الأفريق ومع تجمع ابناء تشاد لديهم شراكه لاقامه هذا الملتقى واقامه هذه الدوره من اجل الاستفاده منها داخليا في تشاد. ما يميز هذه الدوره من ستة دول إفريقية الاخرى ان دوله تشاد تعتبر هي محور اساسي في قضيه محاربه الارهاب. فيصل حسين حسن الرئيس الوطني لتجمع ابناء تشاد ورئيس مؤسسة ليبر أفريك الدكتور حشام الموسوي أكد على أن مؤسستيهما سيقدمان ما لديهما من خبرات حول كيفية مكافحة التطرف للمشاركين وذلك خلال يومين من هذه الدورة المنظمون يهدفون من خلال هذه الندوه بتقديم رساله قويه الى المشاركين مفادها التطرف اساس لجميع اعمال العنف الذي يمارس في هذه الايام ولا بد من محاربه هذه الظواهر عبر الطرق والوسائل المتاحه علما بان هذه الندوه شارك فيها اكثر من 35 مشاركه من مختلف الدول الافريقيه الناطقه بالفرنسيه